بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. الفيديو المنتظر، وأنا عارفة إني اتأخرت عليكم سامحوني، بس في تجديدات في المسجد عشان رمضان، فكان نفسي أعمل الفيديو ده في المسجد تحت الشقة، بس لقيت نفسي هتأخر عليكم، ممكن يدخل رمضان ولسه ما عملتش الفيديو، فسامحوني لو في أي صوت. أنا حتى حاطة الهاند عشان لو في أي دوشة أو حاجة فسامحوني. نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول نقطة مهمة جدا 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 لازم نعملها في الجدول بتاعنا، مشروع كيف تربح المليار في 30 يوما. ونقطة مهمة نقولها قبل ما نبدأ، الناس اللي معرفش إذا كان في امتحانات ولا لأ، لو في امتحانات في رمضان فهقول نقاط إن شاء الله في آخر الفيديو عشان ما نطولش على حبايبنا. للناس اللي بتذاكر او عندها شغل او كده، بس هنقول النقاط اللي احنا هنمشي عليها الاول، وبعد كده نقول لكم على الافكار في اخر الفيديو باذن الله. اول نقطة معانا مشروع كيف تربح المليار في 30 يوما. احنا عارفين يا احبابي ان ختمة القرآن مرة واحدة في الايام العادية اذا تقبلها الله عز وجل تساوي 3.3 مليون حسنة، يقال هذا يعني اي تمحو 3.3 مليون سيئة، ده في الايام العادية ومرة واحدة، ما بالك بقى بثواب ختمة في رمضان، وكمان ان ممكن ما تكونش ختمة واحدة، يعني رصيدنا ان شاء الله يكون اعلى من رصيد اصحاب الثروات زي ما بيقولوا. النقطة التانية ومهمة جدا، مشروع ضربة الإيد. اجعلي يعني اول الشهر ده اقوى ما لديك في الشهر كله، يعني تنوي كده باذن الله وتشحن عزيمتك وتصممي ان الليلة دي تكون ليلة العتق من النار. يعني إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، صححه الألباني. فأنت بقى يا حبيبتي أمامك 60 فرصة للعتق من النار، اليوم فرصة والليلة فرصة، يعني في رمضان إذا صحت لك ليلة واحدة ستنقذ مصيرك كله بأمر الله. والنقطة الثالثة، مشروع رمضان غيرني. إيه يا نودي ده مشروع رمضان غيرني؟ اللي هو مشروع التحضير للتراويح. هنحضر جزء نسمعه عشان بالليل كده ان شاء الله في صلاة التراويح، لو احنا كده ايه نقرأه بتدبر وخشوع اثناء الصلاة. طيب يا نودي انا هحضره ازاي واقرأ امتى واقف امتى؟ كل ده هنقول ان شاء الله وانت واقفة في المطبخ، وانا قايلها لكم ان شاء الله في افكار لختم القرآن. وانت واقفة في المطبخ شغال النهاردة اول جزء في سورة البقرة، اسمعي كده وتتدبري معاه كده وتحاولي تخشعي كده اثناء ما انت تسمعي صوت الشيخ اللي انت بتحبي تسمعيه او بتخشعي معاه وتتدبري المعاني معاه اثناء الطبخ، وتعالي بالليل صلي بالجزء ده. هتحسي ان النقطه دي مهمه جدا، هتفرق معاكي كتير خالص خالص يعني باذن الله. فانت بتجهزي، في ناس طبعا اللي ما عندهمش طبخ او بيبقوا وقت العصر ده للمغرب بيبقى عندهم وقت فيه، لو هتقدري تقعدي تقرايه وكمان هتصلي بيه بالليل فده يكون افضل باذن الله. هتحسي بالفرق في خشوعك في التراويح بالطريقه دي. فانت كده ليكي ختمتين ان شاء الله، لو هتعملي كده كل يوم طول شهر رمضان يبقى ليكي ختمه سماع في التراويح لو انت هتصلي ورا شيخ، وختمه تلاوه بعد العصر اللي انت قراتيها. ويا حبذا بقى قراءة جزء من التفسير للشيخ السعدي مثلا، لو انت من الناس اللي بتفتح كتاب التفسير، هو كتاب يعني تفسير سهل جدا ان شاء الله. النقطة الرابعة يا احبابي، مشروع مفاتيح خزائن الله. يعني سبحان الله في رمضان انت تعرفي ان انت ليكي 60 دعوة مستجابة باذن الله، يعني 60 مشكلة من مشاكلك تحل بامر الله، 60 حلم من احلامك يمكن ان يتحقق، ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. تمام، فشوف بقى حوشي شوية الدعوات اللي عندك، ولو حد بتحبيه مريض نفسك يعني حد في العيلة مثلا بتدعي له بالشفاء، حد من أولادك تدعي له بالتوفيق، ندعي لنفسنا بالتقرب لله بحسن الخاتمة وهكذا. وما ننساش موتى المسلمين وشفاء كل مريض يتألم. نقطة مهمة جدا، مشروع حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده يا نودي حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب دي ازاي بقى؟ عمرة في رمضان كحجة معي، صحيح الجامع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، عمرة في رمضان كحجة معي. تمام، يعني اللي هيعمل عمرة في رمضان ان شاء الله كأنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل بقى هيخليكي زي الصحابة غير عمرة في رمضان؟ فطب يا نودي انا اصلا معيش اعمل عمره والكلام ده، في افكار تانية للعمره زي الجلسه اللي بتكون من بعد الفجر لغايه الشروق، وده ان شاء الله برضه هنشوفه.
مشروع زيادة الأرزاق وتوسعة، دي كلها يا أحبابي مشاريع في رمضان ما ينفعش نفوتها، ما ينفعش نفوتها. يعني اللي هو بقى ايه، موسم طاعة، ما ينفعش نسيب فيه أي حاجة من الحاجات دي. مشروع زيادة الأرزاق وتوسعها. عندك مشكلة في الرزق، عايز وظيفة، نفسك في ذرية صالحة، نفسك في زوج صالح. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، صحيح البخاري. ما تنسيش بقى عزومة لحبايبك، رحمك، جيرانك، اخوات زوجك، حد من العيلة، دي صلة رحم. 7، مشروع 30 قصر في الجنة. ايه ده، 30 قصر في الجنة؟ مش 30 قصر في الساحل الشمالي، لا، في الجنة. حافظ عليهم. طب دول ازاي يا نودي؟ هقولك، 12 ركعة سنة او رواتب، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعده، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. 12 ركعة سنة، دول ان شاء الله يتبنالك بيهم قصر في الجنة، تمام. 8، مشروع 7 حجات يوميا في رمضان. ايه ده يا نودي بقى، ايه الحجاج الكتير دي؟ بقى انا هحج كده يعني 7 حجات يوميا وفي رمضان؟ اذا سمعت الاذان فقمت فتوضأت وانطلقت فورا للمسجد فصليت فيه الفريضة لك ثواب حجة، يعني بال5 فروض انت كده ليكي 5 حجات. طيب فين يا نودي الاثنين التانيين؟ جلسة الضحى وحدها تفوز بسببها اجر 30 حجة وعمرة في رمضان، يبقى كده كام حجة؟ 6. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حضور درس علم له اجر حجة، كده 7 حجج. يعني انت النهاردة صليتي فروضك كلها في اوقاتها بعد الاذان كده، وجلستي جلسة الضحى، وسمعت درس علم، يبقى انت كده يوميا بتعملي 7 حجات، اللهم بارك. يبقى ده 7 حجات يوميا في رمضان. مشروع الكنز الضائع. ايه هو الكنز الضائع؟ هو في كنز، او في كنز بيروح مننا، اللي هو الساعة اللي بعد الافطار يا احبابي. كلنا للأسف غالبا بنضيعها، نبقى يدوبك بقى شربنا مية وعصير ومعرفش ايه بعد الافطار، خلاص، لان مش عارفين نتحرك. افتح يا ابني على فلان الفلان الكوميدي، افتح على كذا، واللي يقعد تساهر، واللي تقعد تقف على قصاد جارتها، واللي بتروح تضيعها في غسيل المواعين. لا لا لا، ده كنز ضائع مننا، احنا بنضيعه. ساعة بعد الافطار دي يوميا يمكن استغلالها في قراءة جزء على مدى الشهر تكون ختمة كاملة. يعني انت لو كل يوم بعد الافطار لغاية كده ان شاء الله صلاة العشاء، هتلاقي ان انت ختمت القرآن. لو كل يوم في الوقت ده جزء، يبقى اخر الشهر ان شاء الله معاكي 30 جزء. مش هنسمع برنامج كوميدي ولا الكلام الفاضي ده ونضيع وقتنا. طيب، مشروع رهبان الليل، اي فرسان التهجد. طبعا يعني احنا عارفين الحديث، حديث جميل جدا، الله عز وجل بتنزل لسماء الدنيا، ان هو الله عز وجل بيقول ايه، هل من سائل يعطى له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ صححه الالباني. يعني سبحان الله، حاجه جميله هنا بقى بتبهرنا في الحديث ده. سبحان الله، في الايام العاديه بيقال، يعني اشهر الاقوال، ان كل ليله في الثلث الاخير من الليل الله عز وجل بيتنزل، ده في الايام العاديه. لكن في رمضان الله عز وجل يتنزل في اخر ثلثين من الليل. انتوا شايفين الجمال؟ في الايام العاديه الله عز وجل يتنزل في الثلث الاخير من الليل، لكن في الليالي رمضان بيتنزل في اخر ثلثين من الليل. فمعظم الليل في رمضان فرصه هائله لتفريج الكروبات ونيل العطاءات، فلها من فرصه لا تعوض. فحاولوا ان احنا بقى ما نضيعش القيام والتراويح والحاجات الجميله دي ان شاء الله. مشروع ليله العمر. ايه ليله العمر ده؟ هنتجوز؟ لا، مش ليله الفرح يعني، ليله العمر اللي هي ليلة القدر. 12 ساعة خير من 1000 شهر، أي خير من 720,000 ساعة، أي كل ساعة فيها أفضل من 60,000 ساعة، أي في القرآن فيها أعلى من 60,000 آية، وكذلك الركعة فيها وتفطير صائم. كل ده يا أحبابي شايفين كمية المضاعفات. من حرم خيرها فهو المحروم، حديث صحيح. إنها ليلة العمر فعلا، ليلة القدر. فنحاول ان احنا نتحرى هذه الليله، وان شاء الله هيكون في فيديو اخر ازاي نتحرى ليله القدر وانا مش عارف هي انهي يوم، ازاي اضمن لي فيها دعوه مستجابه ان شاء الله، والاجر الكبير ده ازاي اضمنه، ده ان شاء الله يكون في فيديو تاني عشان ما نطولش عليكم. مشروع التامين على الصيام. ايه ده، وانا امن على الصيام؟ مش هامن بقى على مشروع ولا الكلام ده، لا، مشروع التامين على الصيام. كل صائم تفطره كانك صمت يوما اخر في رمضان، واليوم بعشرة. يعني انت مثلا فطرتي 36 صائم. ايه ده 36 صائم ازاي بقى؟ 30 يوم في رمضان و6 ايام من شوال،
كأنك صمت 360 يوما، يعني انت كأنك صمت بدل الشهر كله 30 اهو كمان، وستة شوال ادي 36 ونضربهم في 10 بقى 360، كأنك صمت السنة كلها، اي جعلت السنة كلها رمضان. تفطير الصائمين مثلا بالتمر في المسجد او على الطرق السريعة، في ناس بتبقى مروحة متأخر ومش عارفة تفطر، فمثلا اخوك لو انت تجيب الحاجة مثلا وتعملي معلبات عصير صغيرة كده، معلبات اطباق كده اللي هي ديست شابل اللي هي معرفش بتقول عليها فويل او فيل او كده، تحطي فيها فاكهه وكم طمرايه كده وبكرتونه كده، واخوك يقف كده على الطريق يوزع على العربيات اللي معديه ياها على كميه الثواب، وطبعا ده ان شاء الله هيكون يعني ثواب ليكي واخوك باذن الله. مشروع فرسان رمضان، عهد الله عز وجل في رمضان ان انت تتوب كل يوم من ذنب معين وما تعودش ليه ابدا مهما يحصل. اذا لم تدخلي في رحمة الله وأبواب الجنة والرحمة والسماوات السبع كلها مفتوحة، فمتى ستدخلين؟ يعني سبحان الله شهر رمضان ده أبواب الرحمة مفتوحة، لو أنت ما دخلتيش وتوبتي لله عز وجل في الوقت ده هتوبي إمتى؟ اللي بتسمع أغاني، اللي مش مقتنعة بالحجاب مش عايزة تلبس، اللي بتخرج بكامل زينتها لغير محارمها في الشرع بشيل ذنوب، عهد الله عز وجل إن أنت تتركي الذنب ده. تمام يا احبابي. مشروع العنايه المركزه، ايه العنايه المركزه؟ انت بتقولي كلام غريب خالص يا نادي. العنايه المركزه اي اعتكاف العشر الاواخر. كم من شباب تغيرت حياتهم تماما بسبب الاعتكاف. انصح اخوك والدك ابنك خطيبك زوجك بالاعتكاف وعينيه على الشيء ده. تمام، واحنا كنساء في بيوتنا يعني زودي بقى من الطاعات وكده وان شاء الله لنا الاجر. مشروع فرسان الذكر، ايه فرسان الذكر ده بقى؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله، كل كلمة بشجرة في الجنة، كل كلمة أعظم عند الله من جبل أحد، كل كلمة تصعد إلى العرش ستذكري بها عند الله. قولي هذه الكلمات في جلسة الضحى أثناء سيرك في الطريق في المطبخ وانت بتنظفي وانت بترتبي أولادك وبتسرحي شعر بنتك، قولي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. شوفي كمية الثواب العظيم، ما تضيعيش كل ده يا حبيبتي. ماذا بعد رمضان؟ ودي اخر نقطة ان شاء الله وبعد كده هنقول افكار لحبايبنا اللي بيذاكروا كده. ماذا بعد رمضان؟ عهد الله في الاعتكاف على عبادة لا تتركيها ابدا بعد رمضان، زي صيام مثلا. انا عاهدت نفسي مع الله عز وجل هصوم دايما اثنين وخميس، عاهدت الله عز وجل ان انا كل يوم هقوم ساعة في الليل في قيام الليل كده، كل يوم هقوم ساعة. عهدت الله عز وجل ان انا لازم شهريا اكون ختم القران مره ومش هجره تاني ابدا. تمام يا احبابي، وسامحوني على الصوت والله غصب عني مفيش فرصه خالص وخايفه يعني ما اعرفش اعمل لكم فيديو كده، فسامحوني انا عارفه في ناس تقول ايه لا في دوشه فانا هخرج من الفيديو، فالله المستعان يعني بلاش التعليق ده، فانتوا ممكن تخرجوا يعني بس ده عشان الناس اللي بتسالني كتير. والبص ده انا نزلته على الفيس وهنزله لكم تاني على المنتدى ان شاء الله عشان لو حد مش عارف يسمع كويس من الفيديو، بس ان شاء الله في حاجات زياده هحطها في الفيديو فسامحوني. يبقى نعاهد الله عز وجل ان بعد رمضان هنثبت على شيء معين، صدقه صدق السر، قيام ليل، ورد ثابت ما غيرهوش، السنن الرواتب احافظ عليها وما كنتش بحافظ عليها، كل ده يا احبابي حتى يصبح كل رمضان نقطة تغيير حقيقية في علاقتك بالله عز وجل. تمام يا احبابي، دول كانوا 17 نقطة معانا. طب يا نودي انت ما قلتيش هنختم القرآن امتى وهنعمل الحاجات دي امتى، ليه ما حطيتيش مواعيد؟ احنا طبعا يا احبابي طبعا في فيديوهات لختم القرآن والحاجات دي ان شاء الله كل ده هينزل لكم باذن الله، بس دي اول حاجة عشان الناس تستعد. وبالنسبة للمواعيد يا نودي، المواعيد في واحدة بتشتغل من الصبح، في واحدة بتشتغل بعد الظهر، في واحدة بتشتغل بالليل، في واحدة موظفة وعندها أولاد، مش هينفع نحط جدول ثابت. انت بتحطي لنفسك روتين ثابت كده بتمشي عليه من اول الشهر. انت بتشتغل الصبح يبقى ما تضيعيش الظهر ساعة كده تقعدي القرآن، الجزء بياخد تقريبا نص ساعة، ساعة الا تلت قراءة كده بهدوء كده مش سريعة ان شاء الله يعني تتدبريها. واقفة في المطبخ مش فاضية شغالي واسمعي وقرائي مع الشيخ، لو انت مش فاضية تقرأي خلاص شغالي المصحف المعلم ورددي وراه. الساعة اللي بعد الافطار، بعد العشاء، الساعة اللي قبل الفجر، الساعة اللي بعد الفجر، شوفي ايه الوقت المناسب ليك وحطي نفسك كده خطة من اول يوم في رمضان انت تمشي عليها بإذن الله، واسأل الله تعالى نتقبل مني وإياكم. ونقاط مهمة نقولها بقى سريعا كده وهنقول برضو للطلبة، الأكل في رمضان لازم نحافظ على طاقتنا، ناكل كميات مناسبة، كميات متوازنة،
والاكل باستمرار. في ناس بتفضل تاكل من بعد الافطار لغايه قبل الفجر، وكانهم يعني بيقولوا ايه، كانهم بيخزنوا مثلا عشان النهار يعني. فالله المستعان، احنا مش بنخزن الاكل، احنا بناكل الاكل اللي يكفينا بسيط وما بيؤديش لتدمير الطاقة عندنا. تمام. شرب كمية كافية من الماء لليوم كله، يعني قد ايه مثلا؟ من 8 ل 12 كوباية، يعني من 2 ل 3 لتر. تمام. مش في وقت واحد، في ناس ممكن تاخد الكمية دي كلها وقت الافطار. لا يا احبابي، وتلاقي بقى كرشك طالع كده، فالله المستعان يعني، وخلاص ما عادش قادر ان انت لا تقيم بقى الليل ولا تقف تصلي ولا قادر تتنفس اصلا، فده مش صح. احنا نشرب بسيط كوبايه، عطشان قوي نحاول نقسم الكوبايه، ما نشربهاش مره واحده، وهكذا يا احبابي. تمام. فنوزع بعد الافطار كده، من بعد الافطار لغايه قبل الفجر كده، الكميه الميه دي عشان جسمنا يفضل مرطب كده وما نحسش بالجفاف، فده بيقلل التركيز للناس اللي بتذاكر. طب يا نودي، انا عايزه اذاكر، اذاكر ازاي وامتى؟ لو انت عندك امتحانات الصبح، ما عندكش امتحانات، فانا هقول فكرتين والناس تقدر على حسب وقتها وظروفها ان هي تمشي عليه. هتذاكري من 11:30 الظهر لغايه 4 العصر، حوالي 4 ساعات فاكثر. النوم يعني هيكون من 9 بالليل لـ3 صباحا السحور، يعني هتنام 6 ساعات متواصلين، ومن 9 لـ12 ده بالذات افضل 3 ساعات نوم في الليله كلها. وناس كتير يعني اللي تجرب، لو نامت اصلا من 9 لـ12 هتحس ان هي مش عارفه تنام تاني، خلاص بقى مش عارفه تنام تاني، خلاص اخدت الكافيه بتاعتها من النوم. فمن 9 لـ3 للوقت السحور بقى، ويقوم بقى ايه، يقوم الليل بقى ويصلي تهجد، يسحر وينتظر الفجر، وهو فهيحس ان هو يعني انجز بمعنى اصح. تمام. فدي فكره تانية. الناس هتذاكر من بعد الفجر، ان هم اصلا كانوا نايمين لغايه بقى ايه، يعني لو انت مثلا بتنام من 3 او من 9 لـ3 صباحا، فانت خلاص بقى مش هتعرف تنام تاني، خلاص هتصلي الفجر بقى وتبدا مذاكرتك من بعد الفجر لغايه 12 الظهر. هتنام من بعد الفجر لغايه 12 الظهر، يعني لو هتبدا من الساعه 5 للساعه 12 حوالي 7 ساعات، فيعني ما شاء الله كتير جدا جدا. هتنام امتى طيب؟ من 12 الظهر لـ3:30 العصر. من 12:30 الظهر لـ3:30 العصر، ادي 3 ساعات. وهتيجي تاني تنام بالليل، اللي هو من 9 مساء لـ12 صباحا، يبقى انت نمت 3 بالنهار و3 بالليل، وخلاص كده مش هتبقى عايز تنام تاني ان شاء الله. تمام. طب ايه افضل وقت يا نودي نذاكر فيه؟ بعد الفجر او وقت الفجر. وقت الفجر ده يعني بيقال ان الجزء المسؤول عن الفهم بيكون في انشط حالاته في وقت الفجر. طيب ايه كمان يا نودي نعمله؟ بلاش مذاكره على السرير، ما نذاكرش في السفره، في المطبخ، نذاكر مثلا على السطح، سطح المنزل، نذاكر مثلا في الانتريه بس بعيد عن التلفزيون، نرمي الموبايل والتابلت والتلفزيون بعيد عنا. لا، انا بحب اذاكر على السرير. انت مخك بيدرك ان المكان ده مكان نوم، فتلقائي ما بيعرفش يذاكر، وهتلاقي نفسك نمت. رحت على المطبخ، عارف ان المكان ده مكان اكل، هتفضل تاكل، ده لو انت مثلا بتاكل بالليل، يعني مش وقت الصيام، وهكذا. تمام. يبقى اماكن مساعده للمذاكره، ما عنديش غير اوضه النوم اللي اذاكر فيها، يبقى تدي ظهرك للسرير، ما تبصش عليه، على السطح مثلا لو انت عندك مكتب مثلا، مكان مخصص للمذاكره، وهكذا. نقطه مهمه، نجهز كل حاجه للمذاكره جنبنا، يعني هنذاكر ايه، المواد اللي هذاكرها خليها جنبي، مواد كذا وكذا، هحتاج ورقه وقلم، هحتاج لو انا مثلا في وقت الافطار فخلي ميه جنبي، عصير كده، ابعد الموبايل خالص. ايه كمان يا نودي؟ لو بتذاكر حاجه مثلا رياضيه هتحتاج اله حاسبه جنبك، الكلام ده كله. تمام كده. اي حاجه بتشغلنا نبعدها زي ما قلنا، الموبايل، التلفزيون، اللابتوب، كل ده. قبل المذاكره نستعين بالله عز وجل وندعي الله عز وجل بالتيسير والتوفيق، نجدد النيه، انا اصلا بذاكر ليه؟ ونقسم وقت المذاكره يا احبابي. مثلا ناس هتذاكر كل ساعه، وما بين كل ساعه والتانية هتريح 10 دقائق، تطلع بره الاوضه تتمشى شويه، تمسك موبايلك، مفيش مشكله براحتك، بس 10 دقائق ما تزودش. في ناس لا، عايزه تذاكر كل نص ساعه، وبعد كل نص ساعه توقف 5 دقائق راحه، مفيش مشكله. يعني بيقال يعني ان
تركيز المخ في اعلى استيعابه بيكون 25 دقيقه وخمس دقائق راحه. بنعمل مثلا هذاكر 4 ساعات يبقى بعد كل ساعه 10 دقائق، بعد كل نص ساعه 5 دقائق، يبقى بعد ساعتين هقعد له نص ساعه راحه كامله. يعني انا اهو ساعتين ذاكرت في نص ساعه 25 دقيقه وخمس دقائق راحه، وبعدين نص ساعه 25 دقيقه وخمس دقائق راحه، وهكذا 4 مرات. بعد كده هاخد لي نص ساعه كامله كده على بعضها اريح فيها، تمام، ونرجع نكمل. اسال الله تعالى ان يوفق كل الطلبه يا رب، واسال الله تعالى ان يتقبل مننا واياكم الاخوات اللي في رمضان ان شاء الله. من ضيعش الذكر على لسانه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نسمع جزء من القران. ايه كمان؟ نشغل يا احبابي لساننا دايما شويه استغفار صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل لنا ورد ثابت من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قول لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نكتب دعواتنا من دلوقتي يا احبابي، ما نضيعش الوقت. فكل ده مهم جدا. امسكوا ورقه وقلم، شوفوا المشاريع اللي احنا قلناها اللي ما ينفعش نضيعها دي كلها ونكتبها، ونقسم بقى وقتنا. انا بشتغل، انا موظفه مثلا، لا انا بكون مع اولادي في الوقت كذا، ههتم نفسي بالساعه الكذا، وههتم بزوجي في الوقت الفلاني، باولادي في الوقت الفلاني. فانت هتقسمي يومك وتعملي روتين لنفسك ثابت، عشان كده انا ما قلتش مواعيد معينه. لو تهتمي بنفسك، بزوجك، باولادك، بقرانك، ما يتسابش ما يتسابش. هتمسكي بعد كل فرد من الفروض ورقتين من المصحف تقراهم، اخر اليوم هتلاقي نفسك ختمتي جزء. الساعه اللي بعد الافطار، الشويه اللي قبل الفجر، الشويه اللي بعد الفجر لما بتناموهمش، الساعه اللي انت واقفه في المطبخ اسمعي قران، اذكري الله عز وجل، واسال الله تعالى ان يتقبل مني واياكم، وان يتقبل منا صيامنا، وان يجعلنا من عتقائه من النار. اسال الله تعالى ان يبلغنا ليله القدر. ومش هطول عليكم اكتر من كده، وانتظروا بقى فيديوهات قصيره. انا عارفه الفيديو طال جدا، بس غصب عني عشان كان نفسي ما انساش اي حاجه، ولو اي حاجه نسيت اعملها لكم في الفيديوهات قصيره، بعمل لكم فيديوهات قصيره اقل من دقيقه عشان الناس اصحاب الباقات يستفيدوا برضو ان شاء الله، واحنا بنشجع بعض. اسال الله تعالى ان يتقبل منا واياكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.